أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. بصلي من كل قلبي أنك تتبارك اليوم من خلال هذه الحلقة. هذه الحلقة موضوعها كتير كتير مهم، ورح ندرسها ونتعلم، ولسيما بتتعلق في هوية شخصية يسوع المسيح. الحلقة بعنوان المسيح أو المسيح، من هو؟ كيف يفهمه اليهود؟ وكيف يصفه المسيحيون؟ وكيف يصفه غير المسيحيون، مثلا مسلمين إذا كانوا سني أو شيعة؟ وبعد 20 دقيقة رح نفتح الخطوط الهاتف، فيك تتواصل وتشارك معنا في رأيك أو في تعليقك. المسيح من هو؟ من هو يسوع المسيح، أو من هو المسيح يسوع؟ ما هي مواصفاته؟ وهل تتحدث صفحات الكتاب المقدس عن مجيء المسيح؟ وإذا تحدثت، هل فعلا في دلائل وفي براهين لشخصية المسيح سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد؟ وكيف فهم التلاميذ هوية يسوع المسيح، وكيف تعاملوا مع هذه الهوية؟ أسئلة وأكثر رح نتعامل ونعالجها من خلال هذه الحلقة. رح نلقي الضوء على هوية المسيح، وأنا بصلي من خلال الشرح إن الله بالروح القدس يكلم كل شخص فينا. ففعلا المسيح هو المحور، وهو الأساس، وطبعا هو الهدف للإيمان، موضوع الإيمان. ومن أجل هيك أحبائي، لما بنتكلم عن هوية المسيح في هذا الموضوع ما بنتساهل ولا بنتنازل، حتى لو بنسمع أحيانا تعليقات كتير كتير سلبية، إما بتكون عن جهل أو عدم البحث، أو أحيانا بتكون النية خاطئة، تعصب أعمى من غير ما يعرف الحقيقة. أنا بدعوك اليوم أنك تكتشف الحقيقة لنفسك، واكتشاف هذه الحقيقة ستغير حياتك.